بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج صورة من الشعب. وطبعا حضراتكم عارفين صورة من الشعب، بنتحدث في كل حلقة عن كل صورة من الشعب. وموضوع حلقتنا اليوم بنتكلم عن رجل المرور. ورجل المرور له دور هام جدا في المجتمع وفي الشعب، بحيث ان دور رجال المرور هام جدا في الحفاظ على سلامة المواطنين في السير في الطرق، وهو يعمل على تنظيم السير في الطرق والحفاظ على الأرواح وتيسير المرور بالنسبة للمشاة وللسيارات. ورجل المرور له دور هام جدا في الشعب، بحيث ان رجال القانون رجال المرور بيعملون في جميع الأجواء، بيعملون في الأجواء الحارة، بيعملون في الأجواء الشتاء القارس، بيعملون تحت الأمطار. ولكن هناك بعض المشاكل المرورية التي تقابل المواطنين، خاصة عبور المشاة أو في المشاة أو بالنسبة لسائقي السيارات. وياريت يا شباب نتصل بسيادة العميد محمد الطاهر بحيث إنه يعمل مداخلة. الو، الو، ايوه، اكلم استاذ محمد بعد اذن. لو سمحت يا استاذ محمد، عندي سؤالين لحضرتك. استاذ ايهاب، اهلا وسهلا يا فندم. ايوه، ايهاب معاك من الاسماعيليه. اهلا وسهلا استاذ ايهاب. لو سمحت كنت عايز اسال على موضوع الاستيكر اللي هو الباركود. نعم يا فندم. الاستيكر اللي هو الباركود، اللاصق الالكتروني حضرتك. ايوه، اللاصق الالكتروني هو ايوه. لو سمحت، هو هيتعمم على العربيات كلها؟ يعني هيتعمم على العربيات الملاكي، النص نقل، النقل الكبير، العربيات الصغيره، دي حاجه. تاني حاجه، بستفسر بس، انا عندي عربيه ولسه هرخصها كمان 6 شهور، فهل اروح المرور عشان اللاصق ولا استنى لما افحص العربيه؟ يعني العربيه حضرتك الرخصه هتنتهي بعد 6 شهور. ايوه. فبتسال دلوقتي ان يتم وضع اللاصق ولا اثناء تجديد الرخصه؟ تمام، هنجاوب على حضرتك يا فندم، هنجاوب على حضرتك. يا ريت يا شباب بقى نتصل بسياده العميد محمد الطاهر للاجابه عن هذه الاستفسارات. طبعا بالنسبه لرجل المرور ليه اهميه كبيرة جدا في المجتمع، وبيساعد على تسيير المرور وتسهيل الإجراءات وحفاظا على الأرواح البريئة، وهو بيعمل على مساعدة المحتاجين في الطريق وحركة السير بالنسبة للسيارات، وبحيث أن يكون مرور المواطنين بسلام وعبور الطرقات في سلام. بالنسبة للمشكلة اللي بتهم الشارع في الوقت الحالي اللي هو الازدحام والمناطق المزدحمة في المرور، والمشكلة ألو، سيادة العميد محمد طاهر. أيوة فندم. ازيك يا محمد بيه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ أخبار معاليك يا فندم؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. هو موضوع حلقتنا النهاردة سيادة العميد، بنتكلم عن رجل المرور وما يقوم به من دور مهم جدا في المجتمع، ودوره طبعا مهم جدا، بس هناك بعض المشاكل المرورية وبالنسبة للازدحام في مشاكل المرور، فعايزين رأي حضرتك بالنسبة لحل هذه المشكلات. ألو؟ أيوة فندم. هو طبعا هو في أسباب لمشكلة المرور في مصر، منها أسباب هندسية وأسباب سلوكية. الأسباب الهندسية بتكون بسبب الطرق أو أماكن مساحات الانتظار أو شروط الامن والمتانه خاصه بالسيارات. تمام. بالنسبه للطرق طبعا كنا عارفين ان في الفتره السابقه كانت الطرق يعني عدد السيارات فيها اكثر من مساحه الطرق، بس الحمد لله شهدت الفتره الاخيره في مصر طفره كبيره في الطرق وفي انشاء الطرق، من طرق السويس الصحراوي والاسماعيليه وطريق محور الضبعة، وايضا في داخل القاهره في محور الثوره ومحور النزهه،
ليك ما هي صوت فعلا بيأدي طفره بيها كبيره الدوله. حضرتك دلوقتي طبعا ملاحظينها وواضحه للكافه، توسيع الطرق وعمل الكباري، والموضوع ده يسر كثير بالنسبه للمرور وتسيير السيارات. طبعا هو حضرتك عارف ان المرور اولا هو الواجهه الحضاريه للدوله، وبيؤدي الى نمو الاقتصاد. تمام، فالتوسع في الطرق بيؤدي للمستثمرين بيجي عشان بينقل المواد الانتاج والخام للمناطق الصناعيه. طب حضرتك برضو في بعض المناطق مزدحمه بالنسبه للميكروباصات ومشاكل الميكروباصات في الطرق، في بعض الركنه بتاعتها او بيركن في مكان بيأثر على الطريق او سير الطريق. الو، ايوه يا فندم. طبعا الميكروباصات ده شيء يعني نقول ظاهره مرعبه في الطرق، وبتؤدي الى كثافات مروريه نتيجه انها بتقف في اي منطقه، بتقف وبتعطل المرور. طبعا ده من حلها انشاء مواقف خاصه ومجمعه لجميع الخطوط السير، يعني زي مثلا الميكروباصات المواقف المحافظات، ومنع دخول لسيارات المحافظات الى العاصمه الى العواصم او الى داخل المدن. لا وبرضه حضرتك الميكروباصات اللي هي داخل العاصمه نفسها هي اللي برضه بتعمل مشاكل في المرور او بتعمل تمام، ازدحام عامه. هو اكيد ولازم يكون في قانون رادع للميكروباصات المخالفه. تمام، وخاصه مخالفه خط السير وخط السرفيس، ويكون حملات تشديد حملات من ضباط المرور على السيارات المخالفه من الميكروباص. طب استاذن معاليك يا سياده العميد، اتفضل يا فندم. جالنا دلوقتي سؤال حضرتك على الهوا من قبل الاستاذ ايهاب بيسال على موضوع اللاصق الالكتروني. تمام، هو دلوقتي رخصه العربيه بتاعته هتنتهي بعد 6 شهور، تمام. ممكن هو يجدد اللاصق، يعمل لاصق الكتروني قبل التجديد ولا بيتم اللاصق الالكتروني اثناء التجديد؟ لا تمام، وزارة الداخلية وايه موضوع كانت اللاصق الالكتروني عامة؟ عايزين نعرف ناخد فكرة ونقول للجمهور موضوع اللاصق الالكتروني ده ايه؟ هو حضرتك الفترة السابقة وزارة الداخلية نجبت المواطنين بسرعة التوجه لوحدات المرور المختصة لوضع الملصق الالكتروني في العربية في على السيارات، حتى لو الرخصة ما انتهتش او تمام. هتنتهي بعد فترة، في اي وقت يروح الوحدة وهيتركب له الملصق الالكتروني على طول. يعني ما يشترطش حضرتك اثناء التجديد، يعني ممكن في اي وقت يروح. لا لا، ما اشتريتش. لا لا يا فندم. ما يشترطش بالنسبه التجديد. للسؤال الثاني، بالنسبه للملصق الالكتروني، هو هيا يا فندم. ملصق هو شبيه شريحه زي شريحه تليفون الموبايل، بيوضع في الزجاج الامامي خلف المرايه، الاماميه الخاصه بالصالون. تمام تمام يا فندم. طبعا الملصق ده فايدته بيبين فيه الداتا كلها او بيانات السياره من الموديل وتاريخ انتهاء الرخصه ورقم العربيه ورقم الشاسيه والموتور. تمام، على اساس بيسهل برضو الملصق ده بيسهل سرعه، عفوا، بيسهل ان احنا ممكن نعرف الطرق والكثافات المروريه عن طريقها. تمام، وبيساعد تمام على ضبط السيارات المسروقه والمتهربه جمركيا. تمام الو، هو ورسوم الملصق الالكتروني 50 جنيه 50 جنيه ويستلم مالك السياره الملصق ويتم وضعها على السياره فورا. طب استاذن معاليك يا فندم، بس بالنسبه طبعا الملاحظات للكافه الطرق والتوسعات والكباري، بس بالنسبة مشكلة جات لنا على البرنامج، صفحة البرنامج على الفيسبوك بتقول بالنسبة للتطورات اللي حصلت في مصر الجديدة والتوسعات الطرق وللكباري في صعوبة لمرور المشاة بحيث ان تمام. حدث بعض الحوادث. والله احنا ممكن يبقى في مشروع قادم كده مثلا بانشاء كباري مشاة على الطرق اللي تم توسعاتها، او اشارات مروريه، ممكن اشارات ضوئيه عفوا، زي بالظبط طريق محور كورنيش اسكندريه، برضه محور سريع وفي عمل انشاء فيه بعض الكباري، بس في اشارات مروريه بتساعد على
اشارات ضوئيه بتساعد على ان الناس تقدر تعبر الطريق بسهوله وفي امان. وطبعا يا فندم بالنسبه برضو المشكله السائده التوك توك وظاهره التوك توك. لغايه دلوقتي لم يتم تقنين كوضع للتوك توك او الانقضاء على هذه الظاهره يعني. هي طبعا المشكله برضو مشكله التوك توك دي هي ظاهره من نتجت من 2005 تمام، وكان من معمول لها انه يستخدم في داخل المدن والقرى الريفيه او داخل المناطق الشعبيه لحل مشكله المرور او محل في المناطق التي اللي بتخش لها يعني ما توصلهاش المواصلات بسهوله. بس طبعا انتشرت او تفحلت واصبح التوك توك بيبقى ده دلوقتي بيطلع على الطرق السريعه حضرتك وبيطلع على الدائري وبيوصل لغايه المدن. هو حله ان هو بيعمل حملات على الطرق للتوك توك تمام، والحد منه من الخروج على الطرق السريعه او الدخول المدن داخل المدن. طب كتقنينه حضرتك دلوقتي او ترخيصه بيستوجب ايه عشان يتم ترخيص التوك توك عامه؟ لا هي مركبه غير امنه. مركبه غير امنه عشان ترخص مركبه هي دراجه زي الدراجه البخاريه من 3 عجلات تمام، مركبه غير امنه للمواطن ان هو يركبها يعني. طب ما في حاله حدوث حوادث او خطف او سرقه بالنسبه للجرائم التي ترتكب من قبل التوك توك حضرتك صعب العثور على الاجاني عامه او اللي هو قائد التوك توك؟ ما دي لازم في التوك توك يقنن زي ما في بعض الاحياء او 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 القرى يقنن يترخص عن طريق يترخص ويبقى في شروط مثلا ان يؤخذ البطاقه الشخصيه يعني يتم الترخيص من خلال الاحياء بقى حضرتك زي بعض المناطق زي محافظه الجيزه والمدن وال بيؤخذ تبع الوحدات المحليه. طب سياده العميد بالنسبه بقى للطمه الكبرى اللي هو السايس او البلطجي المقنع ودور السايس بالظبط حضرتك، يعني جات لنا شكاوى كتير واسئله على صفحه البرنامج، الناس كتير بتعاني بالنسبه لكثره الازدحام عامه في حاله اي شخص بيقوم بركنه عربيه في احدى الشوارع بيظهر لها مره واحده زي عفريت العلبه اللي هو السايس ابو فوطه صفراء او ايا كان من غير فوطه، بيقول له دلوقتي عشان تركن بيدفع مبلغ ما بين 5 جنيه الى 20 جنيه حسب المكان اللي هو يركنه فيه، على الرغم ان هذه الشخصيه او هذا السايس وضعه غير مقنن. هو السايس طبعا في نوعين، في مقنن وفي غير مقنن. المقنن اللي هو بيرتبط بالاحياء وبياخد مثلا منطقه ساحه انتظار وبيأجرها من الاحياء ويدوا له ايصالات يتعامل بيها مع المواطنين. اما النوع الثاني اللي هو البلطجه او بفرض تعتبر فرض اتوات، دي ان شاء الله في قانون في مشروع قانون في مجلس الشعب وافق عليه تمام، وحدد شروط فيها لاستخدام السايس او ليطلع له تصريح عشان يستعمل اماكن الانتظار وساحات الانتظار. يعني هيتم تقنين وضع السايس حضرتك بالنسبه للطرق او الارصفه؟ طبعا. بقول لك الماده 7 من مشروع قانون السايس اشترطت شروط منها ان هو لا يقل عن 21 سنه، تاني يكون معاه رخصه قياده، يبقى سجله ما فيهوش احكام جنائيه سواء جنايه او مخله بالشرف او مخدرات، ولازم يطلع تصريح من الطب الشرعي او المعامل المركزيه بخلوه من المخدرات. طيب يعني حضرتك يبقى تابع لجهه، انهي جهه؟ تابع الحي حضرتك ولا يكون تابع المرور؟ الو؟ لا هتبقى تبع الاحياء ان شاء الله، هتبقى تبع الحي هو اللي يصدر، وهيبقى في رقابه شديده على السياس، وفي هيبقى جزاء رادع، وفي ان شاء الله هيبقى المخالف هيسحب منه التصريح او يسحب منه مكان من ساحه الانتظار. ده بالنسبه لحضرتك اللي هو في ساحات الانتظار،
انما بالنسبه للارصفه اللي بيفرضوا عليها اتوات بعض الاشخاص وبياخدوا فيها يعتبر في كفرده على اي شخص يجي يركن العربيه، هيتعامل نفس المعامله ولا بالنسبه لساحات الانتظار فقط؟ لا لا، كله شروط السيد ده في كله، لان هو للاسف في بعض الاحياء بتاجر الارصفه او الاماكن السيارات اللي بجوار الارصفه، اماكن انتظار السيارات زي ايصالات صادره من ومختومه من الاحياء. فطبعا كل القانون اللي هيطلع ده على جميع على السياس كلهم يعني. طب ما هو حضرتك دلوقتي بالنسبه لوحده المرور بتشترط ان هو يا اما الركنه موازي للرصيف، واخد بال حضرتك، يا اما يكون عمودي بالنسبه للرصيف، يبقى هنا دور السايس ايه؟ الو؟ هو دور السايس بيبقى عباره عن بينظم دخول وخروج العربيه عشان ما او السياره علشان ما يحصلش اي تعطيل لحركه المرور. وله ايضا برضو يبقى كحراسه على السيارات. طب سيادة العميد، عاجزين عن الشكر يا فندم، وشكرا لمداخلة حضرتك، وشكرا لسيادة العميد محمد الطاهر الخبير المروري، شكرا لسيادة العميد. نرجع لحضراتكم دلوقتي نتكلم على موضوع السايس ومشكلة السايس. السايس ظاهرة منتشرة في داخل الشارع المصري، وبالنسبة للسايس يعتبر رئيس جمهورية الرصيف. السايس هو اللي بيتحكم في ركنة السيارات، إذا كان أي شخص بيتجه لمشوار ما والطرق مزدحمة، السايس بيفرض عليه يعتبر بلطجة أو أتاوة، ويطلب منه يا إما من 5 جنيه لعشرين جنيه، ويتم الدفع مقدما قبل رجوعه أو قضى مشواره. فزي ما سيادة العميد أوضح إن هو دلوقتي بيتم تطبيق قانون جديد بالنسبة لتقنين وضع السايس، بحيث ان هو يكون مش اقل من 21 سنه، ويكون صحيفه سوابقه وليس. الو؟ الو يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، مستشار محمد معايا؟ ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. والله انا كان ليا يعني مداخله، انا كنت بتابع برنامج حضرتك دلوقتي وسمعت سياده العميد محمد طاهر، وحضرتك فتحت معاه موضوع السايس. اتفضل يا فندم. بصراحه احنا بنعاني جدا 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 من، يعني انا اسف اللفظ، يعني من بلطجه السياس في الشوارع. يعني في حكايه قصه قصيره كده، يعني حصلت ان اخويا كان واخد زوجته واولاده وراح في شارع المعز. تمام. على اساس ان هو يعني نزهه بالنسبه لهم يعني. فجي يركن العربيه بره، فجي عليه السايس وقال له اتفضل ركنه، وبعد كده قال له 20 جنيه. طلب منه 20 جنيه يعني؟ قال له 20 جنيه يعني انا يعني انتوا اشتريتوا الشوارع خلاص، وانا يعني مش معقول كده كل ما نركن في حته ندفع فلوس، احنا مش عارفين نركن فين اصلا. تمام. فالمهم يعني ما رضيش ان هو يدفع له، قال له لا دي شارع الحكومه وانا مش هدفع حاجه. وقفل العربيه، قالت خلاص اتفضل، دخل قضى يومه والسهره بتاعته او الفسحه بتاعته مع اولاده، ورجع لقى مرايات العربيه متكسره. على اساس ان هو كسر له المرايه عشان ما دفعش مقدمه. على اساس ان هو ما دفعش مقدمه، هو طبعا كل السياسه بتاخد مقدم، ما فيش حاجه اسمها ان هو تدفع الاول يعني، لازم تدفع الاول يعني. تمام. طبعا دي بقت ظاهره متفشيه جدا في كل شوارع القاهره. ما هو زي ما حضرتك سمعت دلوقتي من سياده العميد محمد الطاهر، ان هناك قانون بيتم تقنين وضع السايس بحيث ان كل شخص دلوقتي بالنسبه للمنطقه دي يكون مقنن وضعه بالظبط ايه ودوره ايه، ويكون عليه رقيب من قبل الجهه التي يعمل عنها اللي هي بالنسبه للاحياء. شكرا استاذ خالد لاتصال حضرتك. متشكر جدا. شكرا يا فندم، شكرا. طبعا بالنسبه للسايس وظاهره السايس اتكلمنا مع سيادة العميد محمد الطاهر، وزي ما هو قال دلوقتي في قانون بيتم وضعه في مجلس النواب على أساس تقنين دور السايس، وزي ما احنا قلنا السايس يعتبر رئيس جمهورية الرصيف، هو اللي مسيطر على الرصيف، كل شخص بياخد له جزئية معينة من الشارع وبيقوم فيها بفرض الإتاوات على جميع الأشخاص اللي هم محتاجين في ركن السيارات ليها، وإن شاء الله يتم وضع قانون لموضوع السايس. والنقطة الثانية الظاهرة اللي هي كبيرة جدا
موضوع ظاهرة التوك توك المنتشرة في الوضع الحالي، وحتى تاريخه لم يتم تقنين هذا الوضع بالنسبة للتوك توك، وظاهرة منتشرة وبتساعد على ارتكاب الجرائم بالنسبة للخطف أو للسرقة أو للنهب أو أيا كان الوضع بالنسبة للجريمة، وصعب الوصول إلى الشخص مرتكب هذه الجريمة، ولكن بعض المحافظات بتقوم بتقنين الوضع القانوني للتوك توك، بحيث دلوقتي ان هو كوحدة المرور عامة ما يستوجبش عليها ان هو اصدار تراخيص للتوك توك، بحيث ان التوك توك غير مركبة، غير ان هو مؤهل ان هو يكون كمركبة آمنة على السائق او على الركاب، وبالتالي لا يتم استصدار رخصة بالنسبة للتوك توك. ولكن بعض المحافظات زي محافظة الجيزة تم تقنين التوك توك، بحيث ان مالك التوك توك بيقدم عقد البيع بتاع التوك توك، بحيث ان هو يثبت عنده المالك التوك توك مين واسمه ايه والرقم، بحيث ان هو يتم متابعة وياخد رقم من الحي، بحيث ان انا في حالة حدوث اي جريمة ايا كان، بحيث ان هو يتم المتابعة والقبض على هذا الشخص. وموضوع طبعا حضراتكم دلوقتي اللي هي الظاهرة المنتشرة اللي هي التوك توك، ان شاء الله في سبيلها للحل. وفي نهاية حلقتنا بنتوجه بالشكر الى مجمع مرور الأميرية، نظرا لجميع الرسائل اللي جت على صفحة البرنامج على الفيسبوك، اغلبية الرسائل جت لنا ان هم بيلاقوا كل السبل اليسر والتسهيل في إجراءات التراخيص بالنسبة لتراخيص السيارات أو تراخيص القيادة في مجمع مرور الأميرية. فبرنامج صورة من الشعب بيوجه كامل الشكر والإشادة والتقدير لكل السادة الضباط القائمين بالأعمال في مجمع تراخيص مرور الأميرية والسادة الموظفين، وخاصة على رأسهم رئيس المجمع السيد العميد أحمد التوني. بنتوجه لمجمع مرور الأميرية بخالص الشكر والتقدير، وفي نهاية حلقتنا بنتوجه لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.